تنعكس الحياة على فعلنا نحن الشباب، ونصر في كل مرة على أن نعكس نحن فعلنا على هذه الحياة. نعيش على زنابق الأمل، نغدو تارة في جد وعزم واجتهاد، وتارة يخنق فينا التعب والحسار والانقسام دافعية البناء، ونصر على أن فعلنا هو الحياة ذاتها. فمبادراتنا هي نحن الشباب، تجربتنا في محاولتنا لصنع الحياة. تتعدد اهتماماتنا وأحلامنا، لكننا نجتمع على أننا شباب يسعى للتغيير. فلكل منا قصة وتجربة تختلف في جوانب عدة منها، لكنها في ذات الوقت تتقاسم الإنجاز في جوانب عدة منها. هي تجربة الإنجاز الشعبي لهذا العام، تشكلت من خلالها 20 مجموعة شبابية من الفتيان والفتيات من الشوكة أقصى شرق جنوب القطاع برفح إلى البورة أقصى شرق شمال القطاع ببيت حانون، ويمتد العمل التطوعي بينهما. ننتقل ما بين قرية ومدينة ومخيم، مؤمنين أن الشباب هم مواطنو اليوم وليسوا فقط عماد المستقبل. فبالرغم من الإعاقة والتحديات التي تحاصر أحلامهم، عملت مجموعة شقائق النعمان بحي الصفطاوي على عمل مبادرة تهتم بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، ليشعرن جميعا بأنهم متساوون بالحق باللعب والتعبير عن أفكارهم. كان في عنا مشاركة وجهت لنا إنه هذه المشكلة عندهم، إنه مش محتاجين بس لدعم مادي، محتاجين لدعم معنوي، إنه الناس يعني تنتبه إنه في لك هذا معاق حركيا ما بيعرف يفكر، بس هو على العكس، يعني إنه في معاقين حركيا عنا بكون ما شاء الله عنهم من الأوائل. أما أميرة الزبيدي فهي فتاة طموحة تحلم بأن تصبح رسامة وتزور باريس، تلك المدينة التي تشكل حلما لها. أنا بحلم أني أنجح في الثانوية ويكون إلي علاقات كتير وأكون اجتماعية وعندي كتير صحبات وأكون رسامة مشهورة، ونفسي أروح على باريس. ضعف عضلاتها الذي يسببه ضمور عصبها المتخصص بالحركة لم يعقها على أن تستمر بالحلم، لكنه أعاقها لفترة ما عن التواصل عن المجتمع المحلي الذي ينظر لها بعين من الشفقة. أنا نظرة الشفقة بتزعجني كتير، بتأثر على نفسيتي، بتخليني أخاف أطلع، أخاف أتعامل مع الناس. أكثر إشي لفت نظري بشخصية أميرة إنها كانت منطوية، مش عارفة، أنا من النوع المنطوي، يعني إذا ما حدش حكى معي بحكيش مع حدا. لغاية ما أجى المشروع هذا، من حد ما قالت لي نورهان إنه في مشروع زي، قلت بدي حابة أسجلها. في الأول هي رافضة، بدهاش كيف أروح وكيف أجي، قلت لها كل يوم مستعدة أوصلك وأرجعك، المهم إنك تطلع من هالجو اللي أنت عايشة فيه يعني، وصير تعرف تحكي مع الناس. التغييرات اللي صارت عليها بعد المشاركة بالإنجاز الشعبي، إنها صارت عندها الجرأة إنها تطلع لحالها وتمشي يعني لحالها بالطريق، وتقعد تتراح في ترتاح في الشارع، ما بطلت تخجل. أنا بأول موضوع كنت بخاف أطلع وأواجه الناس، بس بعد هيك تعودت، وكمان مشروع الإنجاز الشعبي أعطاني فرصة كويسة أني أتعامل مع ناس جداد. أنا بشكر مؤسسي البرنامج لأنه برنامج حلو، صقل شخصية بنات كثير، أعطاهم فرصة أنهم يطلعوا للمجتمع ويصيروا ميسرين ومشرفين. والله أنا كأم بحب إنه يكون برامج كتير زي هيك للشباب، يعني لأنه بنمو شخصياتهم وبنمو قدراتهم، خليهم يعني يصيروا يعملوا حاجات مكتوبة في داخلهم يطلعوها يعني ويساعدوا حالهم. فتيات يصارعن من أجل إثبات ذاتهم، فهؤلاء فتيات شاركن التجربة مع أميرة، تتشكل التفاصيل من بين خبراتهن الجديدة، ليترجمن قول محمود درويش بأننا سنكون يوما ما. إحنا قلنا لازم نفعل، نخلي يعني الاحتياجات الخاصة المعاقين حركيا نفعلهم يعني في المجتمع، ندمجهم معنا، نوعي الأهالي، نوعي الإعلام، لأنه هدول البنادمين زينا زيهم، ما في اختلاف بيناتنا.
كان التدخل هو توظيف الإعلام المجتمعي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عدة أنشطة، منها حلقات إذاعية بالمشاركة مع صوت البراق وفرسان الإرادة، توفير حذاء طبي لمشاركة من مشاركات برنامج الإنجاز الشعبي. تجارب تتنوع بتنوع أطيافها وبيئاتها. لننتقل إلى المشارك نضال كحيل الذي هو قصة وتجربة أخرى بمجموعة الجيل الصاعد بحي التفاح شرق مدينة غزة. والله نضال بتعرف، كان نضال مع بين سبع بنات، بتعرف يعني وضعه في البيت كتير محرج، كتير يعني ضيق، ما فيش مثلا عنده تكافؤ أخوي إنه يقعد يكون عنده تكافؤ فكري بين أخوه الأخ غير عن الأخت، يعني في كتير حاجز بينهم يعني. فلقيت إحنا طلعنا للمؤسسة هذه عشان يكون عنده اللي هو التكافؤ الأسري الأخوي حتى لو كان على مجال الصداقة يعني. والده السيد أبو نضال التفت منذ فترة للتغير الحاصل مع ابنه، مما استدعاه لطلب مقابلة ميسر المجموعة والتعرف عليه والتعرف أكثر على فكرة البرنامج الذي يشارك فيه ابنه. كنت أتمنى من زمان أعمل لقاء معكم، لقاء تشجيعي بالدرجة الأولى لنضال. الحمد لله يعني نضال بدأ يكون عنده علاقات اجتماعية، بدأ يكون عنده فكر أسري، يعني فكر واسع أسري، يعني بدأ يعمل علاقات بين الأصدقاء بين الأسرة بين الأعمام الشباب الجيران. والدة نضال أدركت أيضا أن الأمر ليس مجرد لقاءات وبرنامج ينتهي في نهاية مدته الزمنية، بل شعرت أن البرنامج هو فعل وممارسة حقيقية تؤثر بالآخرين، فكيف أن التغيير تلمسه مع ابنها. تفاصيل كثيرة قلبت حياة نضال ليحدثنا عنها هو ووالدته. والله أنا أول حاجة كنت يعني كيف شخصيا أنا كنت شوية يعني خجول ومش فيش يعني مش بتعاملش مع المجتمع مش محكك فيهم يعني. فهو لما شارك في جمعية أجيال حسيت أنه صار عنده ثقة في نفسه، صار يحب يطلع للمجتمع يتعامل مع الناس بدون خجل يعني ولا خوف، عزز الثقة جوا نفسه وصرت يعني ما خجلش وصرت أحكي و يعني ما فيش خوف ما فيش خجل، عادي مع بنت مع شاب مع مدير مع منصب منشط ميسر. قضايا الشباب أصبحت يدا قوية تدق الخزان لتجيب على استفسار غسان كنفاني في روايته رجال في الشمس، لماذا لم تدق الخزان؟ وكأنهم اليوم يقاومون العجز ويناضلون بشكل آخر لتحسين أوضاعهم وتقوية أنفسهم لمواجهة مشاكلهم ومشاكل مجتمعهم المحيط. احنا اليوم مجموعة سوا عملنا اللقاء هذا عشان نعرف الأهالي عن كيف يتعاملوا مع أبنائهم المراهقين، وعشان المرحلة هذه خطيرة جدا، فاستدعينا عامر فلوانة من مركز الفلسطيني لحل النزاعات عشان يعلم ويعطي الأمهات معلومات ما كانوش بيعرفوا. وهو ما يساندهم فيه بعض المتطوعين والمبادرين من مؤسسات مجتمعية أخرى، لتقول إحدى السيدات المشاركات بهذه اللقاءات. اليوم الورشة العمل لما دعوني يعني اجيت حضرت، لانه بتطرقوا لموضوع كتير الاهل غافلين عنها، بكون يمكن الاهل بتصوروا انهم تصرفوا صح مع ابنهم بس هم تصرفهم خاطئ يعني. استفدت يعني في شويه امور مش عارفاها، مثلا كنت بكره بنتي بتمر في المرحله هذه ابني بمر، لازم اكون واعيه للشغلات هذه وكيف اتعامل معهم. شباب تتنوع وتتشكل اهتماماتهم، الا ان ما يجمعهم هو فلسطين. اللي بيخلينا نهتم بمشاكل الناس طبعا انه احنا زي ما انت عارف الشعب الفلسطيني شعب واحد، ويعني مشكلتنا باعتبارها مشكله واحده ومعاناتنا معاناه واحده، فالطابع الديني والطابع الاخلاقي وهيك امور بخلينا انه نشوف هموم الناس نحاول نحد منها نحلها نقلل منها. يهدف البرنامج لإشراكهم في تحمل مسؤولية قراراتهم وتدخلاتهم المجتمعية عبر مبادراتهم المجتمعية التي
تتبنى قضايا ومشاكل تمس احتياجاتهم واحتياجات مجتمعاتهم. كثير الشباب بيكونوا مشغولين في شغلات تانية، كثير اهتماماتهم بصراحة الأيام هذه بعيدة تماما عن قضايا بيئية كثير مهمة في البلدية بتهمنا إحنا كبلدية. بالنسبة يعني أهم اللي هي مشكلة المياه، كويس كثير لو شفنا مجموعة زي مجموعة الموجودة عندكم بالمؤسسة إنهم يهتموا بقضية المياه هذه وترشيد استهلاكها، والمفروض إنه فعلا يعني تكون القضية مش بس في التفاح، منطقة التفاح تتعمم في مدينة غزة أو في المناطق كلها في قطاع غزة، لأنه بيعاني من نفس المشكلة اللي هي نقص المياه، ملوحة المياه، تلوث المياه. هذه مشاكل بتنطرح من قبل المواطنين بشكل يومي تقريبا، فضروري جدا تكون برنامج التوعية متكامل من الشباب من عنا من كل المؤسسات تتكافل في الموضوع هذا وتتعاون أساس نطلع إن شاء الله بموضوع كويس. فتلك التجارب ما كانت تكون لولا تجارب خاضها الميسرون الشباب خلال دورة عمل برنامج الإنجاز الشعبي، والتي يتلقون فيها تدريبات متنوعة ومختلفة تقوم على إدارتها هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية على مدار دورة البرنامج. تجربتي في الإنجاز الشعبي في برنامج الإنجاز الشعبي تجربة ممتازة، من خلال خوض هذا البرنامج والدخول فيه تعرفت على مشاكل الناس والمجتمع وكيفية مواجهتها والحد منها. يضحكون ويتعبون وتختلط المعرفة بعجين البناء لتشكل فريقا متنوعا غنيا بتنوعه من مزيج الشباب. تم دعوتي لإلقاء يعني عدة محاضرات لهؤلاء الفتيات في المجال التصوير الفوتوغرافي، يعني هذا العمل هو عمل تطوعي لإخراج جيل يعني يفع ويعني جيل من الممكن أن يعني يقوم في التركيز في هذه المهنة، مهنة التصوير وفي مجال التصوير الصحفي. تجارب تشكلت من خلالها علاقات اجتماعية وإنسانية ربطت بين الميسرين والمشاركين، أوجدت لهم أصدقاء جدد بل إخوة تشاركوا فيها لحظات العمل والجهد والألم، وأخرى امتزجت بالفرح والسعادة والإنجاز. طبعا أنا اللي بتعلم هو ممكن أنقله للناس التانية عن طريق إحنا بنقعد كتير قعدات عائلية، يعني أي إشي بتعلم جديد بحكي لهم، أو ممكن وإحنا قاعدين برضو بنجمع مع أي ناس تانيين نحاول نعطي أشياء تانية لحوالينا. امتدت جسور الثقة بين الأهالي والشباب وأعادت الاعتبار مرة أخرى لحياة التعاون والتطوع وأن هناك ما يستحق.